والله دائما متابعيك، انا دائما اتابعك. ربي يحفظك. هسه طلعت من انا من عبرة عندي خط بالفندق. اوكي. ايه زين من متابعيني. اماكن قاصد. زين اوكي. يا احد متابعيني، انا اتمنى لك كل الصحة والسلامة. عدل لنا السيارة. بالعكس هسه اعتب عليك زين. ليش؟ صحيح ليش؟ المفروض البس حزام. لانه انا حاجيه وعايده وصاقلين الموضوع متابعينه. المفروض تلتزمون بالكلام اللي دا نقوله، يعني هسه احد الاخوان دا يقول من متابعينك، انا اتشرف. المفروض انت تلتزم. صحيح. هسه راح نغرمك ليش؟ لان انت من شفتني بالتلفزيون بالتوعيه ما فات. هسه على ارض الواقع راح اضل. عندي طاق والله ما انت الله ورسول. طيني اجازتك وسنويتك. نصيحة لنفسك. نصيحة؟ اي. هو غير الالتزام والاحزام؟ اي. من تشوف مقدم الاء واحد متابعينها المفروض تلتزم. صحيح. طينا الاجازة والسنوية. مطاقة الاجازة وساقطة عندي. طبعا انت اعترفت. طبعاً أنا ردت الإجازة والسنوية وانتظرناك بين ما تجينا. هو رأساً إيش قال لنا؟ متابعة. أي وراها المتأشبيه السنوية. طاقة. أي. مو خليه بجيبه. أي. زين تقدر تراجع أحد مواقعنا. إن شاء الله. ليش؟ تجدل. رحم الله والديك. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. فيما يخص موضوع حزام الأمان خاصة المركبات، نقول النقل الجماعي اللي هي يكون وياه أكثر من راكب، هذا يترتب عليه مسؤولية أكثر، المفروض يلتزم أكثر من حتى سائق المركبة الخصوصي. شقد مخالفة هذه، شقد غرامة هذه المخالفة؟ غرامة حزام الأمان. نعم. غرامتها 50,000. نعم. 50,000. الدفع الفوري نص القيمة مدة 72 ساعة. نعم. 25,000 دينار. يعني نوصي خصوصا هو من يعني من رواد الشارع القليل الموجودين دائما. نعم. النقل الجماعي يقول. نعم. لازم اكثر الناس وهو ملتزم. صحيح. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه.